أخبار غريبة وسريعة، منتجات شي إن، شركة شي إن الصينية المنتجات بتاعتها سامة وتسبب السرطان. يا دي الشنديلة والجنديلة يا أولاد، أنا عايزك تصلي لي على الحبيب وتشير الحلقة دي على أوسع نطاق، لأنها هامة جدا وتهم خاصة الأطفال والشباب والكلام ده كله. في شركة صينية وصل عدد المستخدمين باسمها شي إن، وصل عدد المستخدمين بتاعتها 173 مليون مستخدم حول العالم. الشركة ديت حققت أرباح السنة اللي فاتت فقط 32 مليار دولار أرباح. بتعمل إيه الشركة دي؟ غريبة جدا الشركة دي، عاملة زي يعني حكاوي ألف ليلة وليلة. الشركة دي بتعمل كل شيء، منتجات، ملابس، بناطيل، قمصان، اكسسوارات، ساعات، كفر بتاع التليفونات، كل شيء تتخيله، حتى الحاجات اللي بياكلوا فيها بتعملها من الخشب ومش عارف ايه الكلام ده كله. فاتضح الشركة دي، العجيب بقى ان الشركة دي بتبيع المنتجات ببلاش كده، يعتبر ببلاش. تفتح النت كده تلاقي الشباب والعيال ومش عارف ايه كله داخل على شيء. ليه يا ولاد؟ في ايه؟ بتقدم يوميا، بتنزل 2000 موديل جديد، 2000 حاجة جديدة، فحاجة مبهرة جدا وحاجة غريبة جدا. في نفس الوقت تبص في الأسعار ببلاش، أسعار رخيصة جدا. يا سلام، أبو بلاش كتر منه يا معلم. فالدنيا مقلوبة على القصة ديات، وهو ترند كوكب الأرض هو ده، لأن مفيش أخطر ولا أهم من الصحة. وبعدين يا سيدي الدنيا ماشية زي الفل، ففجأة شركة ففجأة كوريا الجنوبية راحت خدت المنتجات دي، شك ديت لك احنا ايه القصة ديت؟ ايه الحاجات ام بلاش ديت؟ فراحوا عاملين ايه؟ خدوا المنتجات، خدوا 93 منتج وعملوا لهم اختبار وفحص طبي، فلقيوا ايه؟ لقيوا ان حاطين مواد مسرطنة وحاطين مواد سامة بتسبب الوفاة، وفي ناس ماتت فعلا. يا نهار اسود، ايه للدرجة دي؟ ايوه يا معلم، امال ايه؟ فايه بقى الدنيا اتقلبت بقى. طلعوا الناس بتحكي ان، قال لك لا ده احنا 400 الف منتج بنحطه تحت الاختبار. طب الناس ماتت ليه؟ طب ايه اللي هو في دخان من غير نار يعني؟ وبعدين هي كوريا الجنوبيه مثلا هتكذب ليه يعني؟ ما هم خايفه على ولادهم وخايفه على الكلام ده كله. فاتضح ان الشركه دياتي المنتجات بتاعت شي ان بتسبب السرطان وفيه مواد سامه ومسرطنه. فيا ولاد شيرونا الحلقه دي فورا، عشان اي حاجه متعلقه بالصحه ما فيهاش اللعب، ما فيهاش لعب خالص، وخاصة الأولاد اللي هم المراهقين اللي في سن المراهقة، الأطفال بيحبوا الحياة دي وبيحبوا الحياة المختلفة، وعايز يلبس حاجة مش عارف إيه ويعمل كده وبتاع وكده. فبقت حالة في العالم كله. فأنا عايزك تشارك الحلقة دي فورا، ولو أنت عندك عيل ولا ابنك ولا بنتك ولا اشترت حاجة من شيء، يا عم لمها كده هواتي وروح ارميها واخلص. فهمت؟ أيا كان تمنها، أي شيء قصاد الصحة رخيص، وخاصة عشان أولادنا وعشان الشباب اللي هم في السن دوات، سن المراهقة، سن الجامعة، الكلام ده، حتى الساعات شيء إن بتعملها. فأنا عايزك تشير الحلقة دي فورا، وتتخلص من أي منتجات لشيء إن عندك في البيت، لأن ثبت ووكالات الأنباء اللي في العالم كله، يعني الخبر دوت من البارح بس أنا ما رضيتش أذيعه. ليه؟ ما رضيتش أقول، لأن شكيت يعني، قلت لا لازم أشوف حاجات كبيرة. فجميع وكالات الأنباء في العالم زي على القصة دي، وبقى ترند في العالم كله. فأنا قلت لازم أقوله لكم علشان اخبار غريبه وسريعه بتهتم بيك انت، بتقدم لك الحاجه اللي هي ممكن تفيدك انت، مش لما ندور على الفرج على اللي جلعت واللي لبست واللي عمل مش عارف ايه. ده مش قصتنا، ده عندها الناس تاني. احنا بندور على الحاجات اللي ممكن تفيدك في حياتك. فلازم تشير لي الحلقه دي فورا، وتخلص من اي منتجات لشيء ان عندك في البيت، حرصا على بيتك وعلى اولادك. وايه؟ وشكرا.